أحبائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتنا زي السودان. ما تنسوا تضغط لايك وتعمل كومنت ظريف وتشترك في القناة وتضغط الجرس عشان نرينا لك برنامجنا الليلة. حيكون عن لو أنت سايق عربية وماشي في الشارع ولقاك راجل كبير ولقاك طفل، حتدوس على شنو؟ مجد علي ابراهيم مضيع. طيب انت لو سايق عربيه ماشي بالشارع لقاك راجل كبير لقاك طفل، حتدوس على شنو؟ والله ما حدوس، حدوس على العربيه. حدوس على العربيه هيك شازلي يا بكر. طيب لو انت سايق عربيه على الطريق لقاك راجل كبير وطفل صغير، حتدوسي على شنو؟ ولا واحد. ما انت لقاك راجل كبير وطفل صغير، حتدوسي على شنو؟ انت ماشي على الطريق اصلا سايقه، يعني ضروري الا ادوس واحد فيهم؟ ما انت سايقه اكيد حتدوسي على حد. انت راجل كبير وطفل، حتدوسي على شنو؟ انت سايقه اصلا ما واقفه يعني. طيب احتمال القى طريق انه اكمل فيه ما في طريق. ما في طريق؟ والله الاثنين صعبه، لكن بدوس على الراجل. نعرف عليك؟ علي جلال الدين. طيب لو انت سايق عربيه ولقاك راجل كبير لقاك طفل على الطريق وانت ماشي، حتدوسي على شنو؟ الاثنين بخش فيهم. لازم واحد يعني، لازم واحد. ادوش الكبير. ادوش الكبير، خلي الصغير ليك. لا شرف الدين ابراهيم. طيب لو انت سايق عربيه على الطريق لقاك راجل كبير ولقاك طفل، حتدوس على شنو؟ لو سايق يعني، انت لو سايق على الطريق وانا اكيد ما حتدوس ولا واحد، ادوس فرمل. اتعرف عليك؟ نعم معك جيبه. طيب لو انت ماشي على الطريق سايق عربيه لقاك راجل كبير ولقاك طفل، حتدوس على شنو؟ حتدوس على الراجل الكبير. ليه تدوس على الراجل الكبير؟ لانه خلاص عاد انتهت. يعني خلاص عاش وكده؟ اي. طيب لسه يعني؟ طيب لسه بريء. ليه يا اخي معمك كبير؟ ما عارف. عرف عليك؟ محمد سيد احمد عبد القادر. طيب وانت سايق عربيه على الطريق؟ ايوه. لقاك راجل كبير وطفل، حتدوس على شنو؟ ادوس على الطفل. ادوس على الطفل؟ ايوه. ما صغير. طيب ادوس على الراجل الكبير ليه؟ ما صغير ده دوب قايم. طيب وده ما راجل كبير؟ ما فيهن ابوك وفيهن صح عمك. على الطفل يعني؟ ادوس على الطفل. اعرف عليك؟ ام محمد احمد. لو انت سايق عربيه على الطريق ولقاك راجل كبير ولقاك طفل، حتدوس على شنو؟ الفرمله. حتدوس على الفرمله؟ نعم اي. طب لو الفرمله ما شغاله؟ والله ادوس على الزول الكبير. اعرف عليك؟ احمد علي مختار. طيب انت لو سايق عربيه في الشارع لقاك طفل ولقاك راجل كبير، حتدوس على شنو؟ ولا دول على الفرمله. على الراجل؟ اي لانه الطفل ده لسه صغير وما بنى احلامه، يمكن الراجل ده شاف حاجات كثيره لكن الطفل ده لا لسه ما شاف. يعني الراجل بنى احلامه والطفل لسه يعني. ايوه كده. لما تدوس على الفرامل. لما تدوس على الفرامل. بدوس فرامل وخلاص، اقدر شيء بميل على عمك الكبير. تميل على عمك الكبير؟ اي اي اقدر عادي. خلاص كده ما تدوس على الفرامل بس. تدوس على الفرامل اي. راجل كبير اي اذا لقيت فرصه اصغر مره. اما شنو يعني؟ هو اكيد انت ممكن ماشي وسايق لقيت لك طفل وهاي ادوس فرمله. لو الفرمله ما شغاله اكيد ادوس الكبير، لانه الطفل ده بيكون مستقبله طويل والكبير ده ما ممكن بيتحمل يعني، لكن الشافي صعب يعني. اعرف عليك. السلام عليكم شريف. لو انت سايق عربيه وماشي على الطريق لقاك راجل كبير وطفل صغير، حتدوس على منو؟ لو لقاني شنو؟ راجل كبير وطفل صغير، حتدوس على شنو؟ وانا ماشي في الشارع يعني؟ انت ماشي على الشارع. طيب وهم لقوني في الشارع يعني انا همشي طوالي ولا قصدك ما فهمتي؟ انت سايق عربيه تمام؟ ماشي في الشارع. لقاك يعني ما في بين اثنين بس راجل كبير والطفل، يعني ما ممكن. يلا تدوس على هناي واحد. حتدوس على واحد يعني؟ ايه. اها حتدوس على شنو يعني مثلا؟ ولا واحد فيهم. عقيف؟ عقيف؟ عقيف عقيف. حتدوس على شنو؟ ما انت ماشي في الطريق يعني كده. كمان لا ادوس على الشافي ولا ادوس على الزول الكبير. عقيف بس عامل شنو؟ لو قايم يعني صغيروني؟ ايوه. طيب ليه ما تدوس على الفرملة؟ ليه ما ادوس على الراجل الطفل ليه؟ ليه ما تدوس على الفرملة؟ ليه على الراجل الكبير ليه؟ انت ما تدوس على الفرملة. ولا على واحد فيهم. ما خلاص انت تدوس على الفرملة. على واحد فيهم. طيب ليه تقتل الطفل؟ فرملة ولا على واحد فيهم. انت قلت لها تقتل الطفل يعني ادوس على الطفل؟ لكن لحظة الفعل غير. الله. طيب لو انت سايق عربية على الطريق ولقاك راجل كبير ولقاك طفل، حتدوس على شنو؟ والله يا اخي حدوس على الراجل الكبير.
ليه تزعل الراجل الكبير؟ لانه الطفل ده اساسا ما حيعرف يتصرف، لكن الراجل الكبير احتمال يتصرف. الراجل الكبير يعني ما بيقدر. والله في الحاله دي هم الاثنين سيان. هتزعل على شنو؟ والله على الله. هتزعل على شنو فيهم؟ ولا واحد، لا ده لا ذاك. ما انت هم اثنين بس ما في غيره. ما كويس، معانا الليله اذا دوست على الطفل، الطفل ما حيتصرف. ما هي خلاص ما في خيارين، بس هتدوس على شنو؟ على الطفل برضه بقول لك. طب ما تدوس على الفرمله بدل كده. حلوه منك. ما بدوس سوقك على هذه. هاي بدوس على الفرامل، انا ما قلت لك لو في خيار كده انت قلتي لا، لكن قلت في خيار، انت قلت لي حادوس يعني على الراجل. يوم ملقي الطريق ثاني. لا لا لو في يعني عايز حدوس على الفرامل، لكن لو اصلا ما في خيار. انت قلت لي حدوس على الراجل. ايوه صح قلت كده. خلي الصغير. ليه تدخش الكبير خلي الصغير؟ ما تدخش الصغير وخلي الكبير. لا الكبير ده ما خلاص زمانه فات. يعني عرف الحياه كده الكبير والصغير لسه يعني؟ لسه خليه شويه كده يتعلم. يتعلم. يتعلم ايوه، لكن الكبير ده ما خلاص ما بنستفيد منه حاجه. لما تدوس على الفرامل بدل كده. في فرامل ايه؟ ما قلت فرامل ما. انا ده قلت لك. خلاص ولا واحد. ما انت بس قلت لي حتدوس على الكبير، ليه تدوس على الكبير؟ ما تدوس على الفرامل انت. كان فيها فرامل شغاله خلاص ما بتقشر. الفرملة؟ الفرملة نعم، اللي حد خطاهم. حد خطاهم؟ نعم. لو الفرملة ما شغالة. حد خطاهم الاثنين. أنت ما هو ما بطريقة. خطاهم كيف؟ حد الفرملة حتى لو ما شغال حد الفرملة، أنا متعود أطلع الفرملة. في سواقة؟ نعم. طيب لو أنت سايق عربية على الشارع. أيوة. لقاك راجل كبير. أيوة. لقاك طفل، حتدوس على شنو؟ أدوس على أجيب ولا أدوس؟ حتدوس على شنو؟ أدوس على الفرملة. عربية؟ كيف حتدوس عربية؟ كيف يعني؟ ما حتدوس عليهم الاثنين، حتدوس فرملة طيب. حتدوس فرملة؟ يعني معناها حتدوس على العربية؟ ايوه معناها حتدوس على العربية. انت كيف قلت لي حتدوس على العربية؟ يعني دي كيف حتدوس على العربية؟ يلا كيف انا حتدوس على زول كبير ولا حتدوس على شافي؟ حتدوس على العربية طبعا. ماشي على الطريق سايق عربية، ماشي على الطريق لقاك راجل كبير ولقاك طفل، حتدوس على شنو؟ اشوف بين الطفل والراجل الكبير. تدوس على شنو؟ أيهما خيار أفضل؟ شوف الخيار الأفضل وينه؟ يعني تدوس على مين؟ ما أنا ما بقدر أحكم إلا أحكم على الطفل ده، مستقبل الطفل شنو؟ مستقبل الزول الكبير شنو؟ بتعرفوا كيف اللحظة دي؟ بشوف شخصيته بحكم من شخصي شكله الخارجي. كيف يعني؟ الزول الكبير ده شكله زول كويس بيفيدنا، زول شكله قاعد بيفيد المجتمع. تدوس على الطفل ده لما يعامل ذاته. لو الطفل لو الراجل ما شكله كده حدوس على الراجل؟ لو الراجل شكله تعبان كده وما عنده فايدة للمجتمع حدوسه. لقيت فرصة اعمل عمل كبير اكثر حاجة. لو لقيت فرصة يعني يعني انت عايز تقتله وتقتله؟ اقتله اقتله احسن هو يموت. اعمل لك شنو؟ ما خلاص اضطريت كده. لكن ما تقولش الكبير، لو اصلا فرامل ما تقولش الكبير. اصلا فرامل ما لو فرامل ما العربية فراملة شغالة وكده يعني انت قلت لي حتقولش الكبير. خلاص شغالة دي ما خلاص دكسة. يعني عاش مستقبله كده الكبير. عاش مستقبله هاي كده. الطفل يعيش مستقبله يعني. ايوه طفل صغير لكن هو الحاج ممكن بيتحمل لانه زول كبير وعظم كده، لكن الشافع ممكن ما يتحمل يعني. ده ممكن يفوت فيها وده ممكن ما يفوت فيها. الله دي صعبة يعني. تعود يعني حتى لو ما شغالة. حتى لو ما شغالة الفرملة هي. تطقشهم تطقشهم. لا لا حتدوس على الفرملة ما حتدوسهم الاثنين. حتى لو ما شغالة قلت لك. لا ما حتدوسهم، حتخطاهم لو في مساحة. ما في طريقة. بحاول اخطاهم. اها. ما حتدوس يعني على واحد فيهم يعني انت ما انت ماشي في الطريق. ما بقدر ادوس على واحد فينا يعني. بس الفورمولا بس ادوس على عمك الكبير يعني ادوس على الفورمولا؟ اي الساعة دي كده يعني؟ اي في الساعة دي كده اه شفيع ادم محمد. لو انت سايق عربية وماشي في الطريق لقاك راجل كبير وطفل صغير حتدوس على شنو؟ لو قابلني عربية؟ لو انت سايق عربية وماشي في الطريق لقاك راجل كبير وطفل حتدوس على شنو؟ حتدوس على شنو؟ اكيد انا حعرفك قريب من الابنصي و هعرفك قريب من ابنصي وبقرص صمل وبدوس على الكلاتشي. يعني ما حتدوس على واحد فيهم؟ لا لا. لو انت سايق عربيه وماشي في الطريق لقاك راجل كبير وطفل حتدوس على شنو؟ لو سايق وقدامي زول كبير حتدوس على شنو؟ راجل كبير ولا طفل؟ لا حتثبت فرمل اصلا وتدوس مجمع بعدك تعتذر للجماعه عشان يمشي يعدوا. برافو عليك. مخلص فضل الله. طيب يا مخلص انت لو سايق عربيه في الشارع لقاك راجل كبير لقاك طفل حتدوس على شنو؟ حتدوس على الفرامل طبعا. انت بس قلت لي على الطفل صح ولا ما صح؟ لحظة الفعل غير. كيف؟ لحظة الفعل ما حتقدر تتصرف.
ولا نفسك حتسمح لك ولا قلبك حيسمح لك تصرف تصرف زي ده. ما انت سايق عربيه يعني اكيد بتعرف عربيه، ما اكيد حعرف شنو، مش حادث؟ ما حادث. طب انت ماشي بالشارع لقاك. لا انت ما خدتني في خيار، حدوز على منو فيهم صح؟ انا قلت لك حدوز على شنو؟ حدوز على شنو؟ كيف حدوز على الطفل يعني ولا على رجل؟ حدوز على الفرمله. ده ولا ده؟ حدوز على الفرمله. لا حدوز على نفسي.